الحكومة كما كتشوفوا يعني من فتحة على المحاور المؤسساتيين، جلسنا مع النقابات، تكلمنا، عملنا اتفاق في هذه تقريبا سنة، وهذاك الاتفاق مشينا فيه في واحد العدد ديال لي زيتاب، وصلنا للديكري اللي خرج. إخوان النقابات قال لي كاودي ماشي هكا كنا كنشوفوه، قلنا ما كاين مشكلة، جي نجلسو ونعاودو نجلسو ونعاودو نتناقشو، وجلسنا مع الإخوان وفتحنا النقاش، وقلنا غادي نمشيو باش نديرو واحد الاتفاق اللي هو جديد، اللي ياخذ بعين الاعتبار واحد العدد يعني الإشكاليات اللي هي مطروحة. اتفاقيات خدمنا مع نقابات أكثر يعني تمثيلية اللي وقعت على اتفاق، لا FNE كانت معنا في الطرف الأول وفي النقاش وفي الحوار وكانت مواكبة. نهار التوقيع ما وقعوش، جو سي با بوكوا، ولكن كانوا يعني مساندين الحركة. من بعد جاء هذاك التراجع، دونك هما ما دخلوش في يعني في هذا النقاش. مع الإخوان اتفقنا كاين نقاش يعني على التمويل، هذاك الشيء أكبر يعني زيادة اللي عرفتها اللي عرفها التعليم يعني في جميع الحكومات اللي دازوا هي هذه. والأخ اللي تكلم من الـUNTM ديال النقابة اللي تابعة للبي جي دي، بون داكشي علاش ما هضروش معاكم 10 سنين، هما ما تكلموش معاكم 10 سنين ما حلوا حتى إشكالية، حنا جينا لقينا المشاكل كلها مطروحة وبدينا كنتحاوروا وبدينا كنتناقشوا. كنتناقشوا بإيجابية وكنحاولوا نلقاو الحلول، وماشي كنتاواو، مشينا في واحد السقف اللي هو عالي واللي غادي تقام بثمن كبير على الدولة، 10 المليار ديال الدرهم، غير هذيك 1500 ديال الدرهم، و2500 ديال 2500 ديال الدرهم هذيك هي كدير انت السياسة، ما كايناش، ماشي هكا كاينة. 2500 ديال الدرهم كاينة لكل الواحد اللي غادي يتخرج من المدرسة واللي غادي يدخل في السنة الأولى ديالو، غادي نزيدوا ليه 2500، 20000 واحد في السنة. حنا الآن كنتكلموا على 360000 يعني الناس اللي هما كاينين. دوكا باش نكونوا واضحين، دوك 1500 درهم راه وصلنا لواحد المستوى، راه إلا بغيتوا بقول غاو الأساتذة يتخلصوا والموظفين يتخلصوا مزيان، إلا بغى حتى واحد ما يتخلص يمكن نبقاو نعطيو في الأرقام، ما يمكنش. راه وصلنا النهاية ديال النقاش في هذه القضية ديال سميتو. بقاو نقاشات أخرى اللي هي الفئويات، اللي هي واحد العدد ديال المشاكل اللي مطروحه بالنسبه لهذاك. حنا قلنا بانهم مستعدين، اللجنه الوزاريه اللي فيها السي شاكيب بن موسى ومعاه السي القشاع ومعاه السي سكوري كتباشرهم، كتكلم معاهم، كتناقش معاهم، استقبلاتكم انتم، استقبلكم السي الوزير يعني الـUNMTS، استقبلكم، استقبل يعني المكتب ديالكم، قال لكم اجي نجلسوا نشرح لكم اش كندير من زياره اخرى مع النقابات، ولكن فضلتوا انكم تبقاو في الاضرابات. انتم في الاضرابات وخلينا ما تجاوبش معايا، انا اعطيتك سميتو، فضلتوا انكم تبقاو في يعني في الاضرابات. الـFNE بقاو معاهم في الاجتماع حتى نهار السبت في الصباح باش نتفقوا، وعطيناهم يعني بانه كاين واحد السقف اللي ما قدرناش نفوتوه، قلناه لهم وتفهموه، ولكن كاين مسائل اخرى اللي فئويه والمسائل اللي هما المشاكل هذو، قلنا لهم كان تجاوب جد ايجابي ديال الوزاره معاهم، وقالوا لنا بانه غادي يمشيو، وهما خرجوا ايجابيين من الاجتماع، غادي يمشيو للقواعد يتكلموا مع القواعد ديالهم وغادي يرجعوا، وانا كنت مستعد انني نتلاقى بهم نهار الحد
بلي وقع اللي غادي يوقع، قالوا بانه غادي يبقاو في الاضرابات. وقلنا لهم اودي الله يخليكم نفكوا هذا المشكل اليوم السبت ولا الحد، لان نهار الاثنين هو اخر وقت اللي يمكن لينا نحسموا فيه في هذا الشيء ديال الاقتطاعات، لان الا مشاو ما عندنا ما نديروا. فضلوا انهم يمشيوا الاقتطاعات. واش الحكومه خلات شي حاجه؟ واش تقدر دير الحكومه شي واحد فيكم بلاصتي يقدر يدير شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي يدير؟ لا. ولكن ما نخليوش ولادنا اوطاج، ما يمكنش. شي حاجه وقع، شي حاجه وقع، وهذه ماشي مسؤوليه ديال الحكومه فقط، هذه مسؤوليه ديال الاباء ديال المواطنين. ما يمكنش نخليو هادشي وكنتفرجوا فيه، راه عملنا اللي يمكن. كيفاش كتجي وكتناقش وبلاتي ونمشي نشوف وبلاتي ونشوف هذا ونشوف هذا في واتساب اش قال؟ ما يمكنش، سي با بوسيبل. هذه دوله المؤسسات. الا شي واحد ما بغاش هذه الدوله المؤسسات يقولها لنا. ولكن راه ما كنشوف شي غرض اخر، ما كنشوف شي غرض اخر اللي هو في صالح التلميذ. حنا والله القسم ما تعطات هذيك 10 المليار ديال الدرهم وداك الشيء الاخر اللي تعطى كذلك غادي نديروا ليه التقييم ديالو، الا باش نصحوا واحد الوضع ديال الباسي ديال هاد الاساتذه وفي وجه هذوك الوليدات ديال المغاربه بالله القسم العظيم. والباب مفتوح، والسي شاكب بن موسى والسي السكوري كانوا جالسين معنا هنا، خرجوا مع ربعة وعندهم اجتماعات مع النقابات الأربع، والآن كيتناقشوا وزايدين، وغادي نمشيو إن شاء الله من هنا لآخر الأسبوع ولا في بداية الأسبوع غادي تكون اتفاق تقريبا على جميع البنود ديال لي ستاتيو اللي خصهم يتبدلوا. واللي بغى يدخل الحوار وهو مؤسستي مرحبا به، مرحبا به، مرحبا به. الحوار مفتوح، وما بغينا إن نحسنوا الوضعية ديال الناس، وما عندنا شي سوء نية، ما عندنا شي حاجة اللي هي خايبة باش نقولوا هذا ولا هذا. ولكن اسمحوا لي، هادشي ديالكم كلكم وديال المغاربة كلها، ماشي حنا حكومة ولا أنا بوحدي ولا وزير التعليم، راه ولادكم هادو. سي با بوسيبل، ما يمكنش، ما يمكنش نقبلوا هاد لا سيتياسيون نبقاو نتفرجوا فيها هكذا وحابسين علينا هاد الناس، ما يمكنش، ما يمكنش. الناس يرجعوا للنقاش، يرجعوا للحوار، وشويه نجلسوا مهدنين، شويه ديال الهدنه، ولقاو سميتو. اما راه الامكانيات ديال الدوله راه كتبقى امكانيات محدوده، وكل ما تعمل فريمون اكسبسيونيل. ونزيدكم الموضوع الثالث الاخر اللي غادي نتكلم عليه. 26 دقيقه. نعم سيدي. دابا التعليم مع 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 الاسف كل ما يمكن لي نقول هو هذا، لاننا اللجنه كاينه عند يعني عند السيد وزير ديال التعليم، هو اللي متكلف. انا ما يمكن لي الا نطلب من الاخوان انهم يلتحقوا لطاوله النقاش والحوار، وحنا مستعدين ودينا مفتوحين. ولكن ما يمكنش، حنا بيان سور حنا كنقولوا بانه من هنا الاسبوع المقبل لا نيغوسياسيون اي تيرميني في هذا الشيء هذا، واللي خدات بعين الاعتبار هذاك الشيء اللي قالت الاف ان او، وهذا الشيء اللي قالوا النقابات بربعه، وهذا الشيء اللي كيقول الانتهام، وهذا كنحاولوا باش نشوفوا شي حل الوسط اللي هو موضوعي، اللي ما يمكنش يكلف الدوله شي حاجه اقدم من داك الشيء اللي كيتكلف.